السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه انا بحبها جدا، وهي البطاطس المحشيه. البطاطس المحشيه النهارده هنحشيها بلحمه مفرومه وبسنوبر، طعمها لطيف جدا وفيها كده مزازه من الليمون. هقول لكم ازاي هنعمل. اول حاجه قبل ما نبتدي نقرا الوصفه، خلينا بس نحط دي في الزيت علشان نكسب وقت. فانا عندي هنا بطاطس انا قسمتها من النص زي ما انتم شايفين كده، كده يعني كانت كده وقسمناها من النص، وهاخد بس اللب اللي جوه ده بشيله كده بمعلقه صغيره، بعمل فيها كده زي تجويف كده بالراحة خالص. وبعد كده بنقدر البطاطس اللي طلعناها دي ممكن نسلقها ونعمل منها بطاطس بيريه، تطلع برضو طبخة على جنب. فده اللي احنا هنعمله، ان انا اعمل تجويف زي ده كده زي ما انتوا شايفين. تمام، هناخد بقى البطاطس بتاعتنا دي، بس خلينا نحط لها ننشفها شوية، لان انا كنت حطها في مية فلازم طبعا ننشفها شويه. حطيناها في ميه طبعا عشان ما تسودش، انتوا اكيد عارفين، بس برضو هناخدها نحطها في الزيت، لسه الزيت ما سخنش. خلينا بس ايه، ناقص واحده كده هنا نعملها هي كمان، وبعدين نقرا معاكم المقادير. شايفين كده اهي كده بالشكل ده، كده احنا عملناهم كلهم 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 اتعملوا خلاص. هنستنى بس على النار على الزيت شوية لما يسخن، ونكون نشفنا دول عشان الزيت ما يطرطش قوي يعني مننا، وبعدين نقرا معاكم المكونات. طبعا لو تجيبوها كلها نفس المقاس اكيد بيبقى احسن كتير. تمام خلاص، يلا بينا. هي هنا اهي ابتدى الزيت يسخن، هنحط بقى البطاطس بتاعتنا كده تتحمر. مفيش مكان لدول، ونبتدي نقرا المكونات بتاعتنا. بطاطس محشية، عايزين تقريبا كيلو بطاطس متوسطة، وتكون يفضل تكون نفس الحجم طبعا. عايزين نص كيلو لحمة مفروم، عايزين بصلة صغيرة، معلقتين كبار صنوبر، معلقة كبيرة سمنة، عايزين كوباية ونص مية، وعايزين واحد مكعب مرق، نص كوب كزبرة خضراء، وعايزين ثلاث معالق كبيرة ليمون، واثنين فص ثوم. طيب الوصفة سهلة جدا، بس هي مختلفة عن مختلفة عن البطاطس المحشية اللي احنا بنعملها دايما، بنعملها بالصلصة الحمراء وبيبقى طعمها غير اللي احنا هنعملها النهاردة خالص، تغيير. ودي كمان بتاعتنا النهاردة طعمها حلو جدا، هتنبسطوا عليها. اول حاجه عايزين طبعا نعمل اللحمه، بعد ما ان احنا خلاص حطينا البطاطس على النار علشان تتحمر، هنعمل دلوقتي اللحمه المفرومه بتاعتنا. خلينا نحط مناديل ورق علشان نطلع البطاطس بتاعتنا عليها. وطينا النار، معلش. حلو كده الواحد يعمل تغيير كل شوية. يعني أنا بحب طبعا البطاطس اللي بتتعمل بالصلصة جدا، بس دي كمان بحبها قوي، طعمها مختلف خالص، فيها كزبرة خضراء وفيها ليمون كتير وفيها لطيفة مختلفة.
هنحط الأول حاجة هحطها الصنوبر علشان خاطر يتحمر، لأنه إحنا مش محمرينه، فبنحطه أول حاجة بيتحمر شوية، وبعدين بنحط البصل وبنحط اللحمة. هو بيكون واقف ما بيتحمرش أكتر من المرحلة اللي إحنا مدينها له في الأول خالص. نشوف البطاطس كده من تحت أخبارها إيه. لسه شوية، أول ما تبتدي تاخد لون، يعني مش تستوي بس تاخد لون، خلاص بشيلها على طول من الزيت. هنحط بقى دلوقتي صنوبر، شوية مش كتير، يعني تقريبا معلقتين كبار، لا يعني معلقة ونص، ما حصلش معلقتين. وبعدين نعصق بقى اللحمة عادي خالص، والصنوبر موجود ما بيزيدش تحميره، بيفضل لونه ذهبي زي ما احنا محمرينه، يعني زي ما حمرناه دلوقتي. حتى لو كملنا الوصفة عليه بتاعت اللحمة ما بيزيدش التحمير بتاعه، بيفضل زي ما هو لونه ذهبي جميل كده. نقلب البطاطس، خليني احط دي هنا واجيب ده هنا، انا بحب اللي في النص دايما. هو اللي مختلف فيها طعم الكزبرة، كمان بيديها طعم كده لذيذ. يعني احنا لما بنيجي بنعمل البطاطس المحشية، يعني ممكن نحط للحمة المفرومة بقدونس، بس اللي مخلي طعمها كده كمان مختلف شوية غير الليمون وغير اللي ما فيهاش صلصة، الكزبرة الخضرة بتديها طعم تحفة. طيب دلوقتي احنا خلاص كده الصنوبر زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يحمر، كفاية كده. هحط دلوقتي البصل، خلاص كده هيقف تحميره. هتلاحظوا دلوقتي لغاية آخر الطبخة الصنوبر هيفضل لونه واحد. يعني خلاص تقريبا بطاطس دقيقتين ونشيلها، نحط بقى هنا اللحمة. يعني انا اللحمه هنا مش هحط لها حاجه غير يا دوب ملح وفلفل، يعني حبيته تحط شويه بهارات ممكن. احنا كده نبقى عملنا البطاطس وعملنا الحشوه اللي هنعمل فيه اللي هنحشي بيها البطاطس، ناقص بس نعمل الصوص اللي هنحط عليها هنسوي فيها البطاطس، واللي هي عبارة عن مية، وهنحط معاها مكعب مرق. وهخليها على النار بس لغاية ما مكعب المرق اللي عندنا يدوب، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. وكده نبقى احنا خلصنا الثلاث
الخطوات بتاعت البطاطس المحشية بتاعتنا. هنطلع بقى دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل نشوف هنكمل ازاي وصفتنا، فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي اللحمة بتاعتنا استوت، هنحط لها شوية ملح شوية فلفل وكده تبقى احنا تمام. ولو تلاحظوا شايفين ازاي الصنوبر متغيرش لونه ابدا عن ما حمرناه اول الحفلة بتاعتنا اللي احنا بنعملها، شايفين حفلة بطاطس محشية. طيب وكمان البطاطس حطينا اللي فضلوا اهم وخلصوا، اتحمروا وباقوا عالي العال. خلاص كده احنا انجزنا حاجات كتير جدا، ناقص بقى نطبق الوصفة بتاعتنا. بس الاول شوفوا هنعمل ايه. عندنا هنا اللحمة المفرومة بتاعتنا دي، الحشوة كده خلصت، الشوربة اللي عندنا دي هي دي اللي هنحط فيها الثوم والليمون والكزبرة الخضراء. يعني احنا دي الصوص اللي هتستوي فيها، هناخد شوية من الكزبرة الخضراء نحطها كده هنا، وهناخد الليمون، وهناخد الثوم، وهي دي شوف ريحة الكزبرة طلعت. خلاص دي الصوص اللي هتستوي فيها او هتكمل سواها فيها البطاطس بتاعتنا. طيب نجيب بقى البايركس، عندنا الفويل وعايزين الجلافز، ونبتدي نحشي البطاطس بتاعتنا اللي هتدخل الفرن. جربوها، حلو التغيير. هناخد دلوقتي الشوربة بتاعتنا وهنحطها في البايركس اهي، ناخدها نحطها كده هنا، وهناخد البطاطس بتاعتنا ونبتدي نملى البطاطس بتاعتنا باللحمة المفروم. هناخدها بقى بعد كده نقفل عليها بالفويل ونحطها في الفرن نص ساعة لغاية ما تكمل سواها كله، لأن أصلا البطاطس يعني شبه مستوية بس فاضل لها شوية، بس احنا عايزين الصوص اللي احنا حاطينها دي تتكثف أكتر وتاخد من نكهتها، يعني البطاطس تاخد من النكهة بتاعتها. كان ممكن بس نحط شوية جوز الطيب على اللحمة لو عايزين، أو بهارات لو تحبوا. خلاص احنا كده تمام. هنغطيها بقى دلوقتي بالفويل وهندخلها الفرن. فويل ده، الفويل ده هيجننا على ما نفتحه. طيب انا هحطها من غير فويل وبعدين نشوف مشكلة الفويل ونبقى نغطيها بالفويل، لان الفويل مقطوع. الفرن على اعلى درجة حرارة، أعلى درجة حرارة الفرن. دلوقتي هنعمل معاكم بقى الوصفة التانية بتاعتنا للنهاردة، واللي هي
مكرونه بالسبانخ وبالريحان، وصفه يعني من الوصفات اللي انا بحبها جدا. الوصفه دي علشان نعملها عايزين مكرونه النوع اللي تحبوه، مكرونه مسلوقه، معلقتين كبار من الزبده، 2 كوب سبانخ مقطع، 1 كوب مشروم مقطع، ولا السبانخ مقطع ولا المشروم مقطع، هنقطعه دلوقتي مع بعض، 1 بصله متوسطه، 1 كوب ريحان مقطع برده مش مقطع، 1 كوب عصير طماطم معصور الحمد لله، 3 كوب كريمه لباني اللي هي الكريمه العاديه طبعا، وكوب جبنه ايمنتال مبشوره، ونص كوب جبنه بارميجان مبشوره، وواحد معلقه صغيره من جوزه الطيب. ليه انا اخترت الايمنتال؟ لان الايمنتال كتير بتحب السبانخ، يعني كتير طعمهم مع بعض بيليق، مش كتير مش شويه. فهنعمل النهارده المكرونه بتاعتنا بالجبنه الايمنتال، لو موجوده، لو مش موجوده ممكن تستعملوا جبنه شيدر عادي مش مشكله ابدا. طيب هنجيب طبعا اول حاجه الزبده زي ما انتم ملاحظين، ولا في فراخ ولا في لحمه في الوصفه دي، نجيب معلقه نحط الزبده. مكرونه زي ما قلنا اللي يعجبكم اي نوع انتم عايزينه بتقدروا تستعملوه، يعني ممكن الفوتوتشيني، ممكن بني، ممكن اللي انتوا عايزينه، فرفلي، زي ما انتوا عايزين. عايزين نقطع المشروم، المشروم يعني انا بحب المشروم شويه يكون مش رفيع قوي قوي، يعني بحب احس بطعمه الصراحه. انا من عشاق المشروم، بحبه وبغسله، في ناس كتير ما بيغسلوهوش زي ما احنا قلنا قبل كده، بيمسحوه بس، مهما نتمسح ما بينضفش من جوه، مش ممكن. هنا هنضفه ازاي وانا بمسحه من جوه؟ لازم نغسله. انا عن نفسي بغسل المشروم، طبعا كل واحد واللي هو بيحب يعمله، بس انا بغسل المشروم. بس الفكرة انكم اغسلوه قبل الاستعمال على طول، يعني ما اغسلوش وحطه في التلاجة، لان هو المشروم زي ما قلنا قبل كده عامل زي السفنجة، بيشرب المية اللي فيه كلها، فيعني لو غسلناه وحطناه في التلاجة هيبوظ. فهو احسن حاجة ان احنا بس نغسله قبل الاستعمال على طول. الزبدة عندنا تمام، حابين تحطوا فصين توم كمان ممكن تحطوا. هو الواحد كده طول ما هو بيطبخ بيجي في باله إضافات جديدة، لما ممكن نحط كذا ممكن نحط كذا، عشان كده طول ما أنا بطبخ بقول لكم ممكن تحطوا كذا وممكن تحطوا كذا. طب أنا ليه مش حاطاه؟ لأنه ما جاش في بالي قبل ما أطبخ. تمام يا تمام. نجيب بقى دلوقتي السبانخ بتاعتنا، طبعا السبانخ برضو متقطعة، عايزينها مقطعة. الحاجات دي لازم تتغسل كويس قوي يا جماعة، بالذات في الصيف، صيف شتا يعني، بس في الصيف كمان أكتر. هنحط السبانخ بتاعتنا فوق المشروم، حلو قوي كده. نحط بقى السبانخ،
نحط الثوم، البصل اسفه، طبعا كان ممكن نحطه من الاول، بس انا لان كل ده انا هعمل فيه ايه؟ كل ده هيتضرب في الخلاط. خليه بقى شويه كده لغايه ما يستووا مع بعض. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل، تكون بس الحاجات دي عندنا كده شويه اخدت ودت مع بعضها، وبعدين نجيب الخلاط ونضرب كل الحاجات بتاعتنا دي في الخلاط. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هناخد الريحان اللي عندنا وهنحطه كده هنا، ريحته تحفه. هناخد بقى دلوقتي الملح والفلفل ورشه من جوزة الطيب وهنحطها على الخلطه اللي عندنا دي. ادي الملح وادي الفلفل. يعني جوزة الطيب ممكن تحطوها دلوقتي وممكن تحطوها في الاخر، بصراحه انا بفضل في الاخر. هنحط الصلصه، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد المكونات بتاعتنا دي كلها وعايزين نهرسها، فيا اما في الخلاط يا اما بالهاند بلندر كده لغاية ما تتهرس معانا. نهرس كل المكونات. هي الهاند بلندر ليه ألطف؟ لأنها بتخلي في حتت مجروشة كده، يعني بتبقى ألطف من الخلاط الصراحة. بس في الآخر زي ما تحب. شايفين يعني الحتة دي ما بتبقاش موجودة مع الخلاط. هناخد بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا وهنحطها على الصوص اللي عندنا دي كده. وأول ما تغلي هنحط معاها جوزة الطيب ونحط المكرونة. خلينا ندوق طعمها. صراحة تحفة تحفة. يعني الخلطة، بس عايز شوية ملح. الخلطة بتاعت الريحان مع السبانخ مع المشروم، وبعدين كله مهروس كده، ف يعني كل اللقمة فيها كل النكهات. بس تغلي هنحط عليها المكرونة، وكده تبقى المكرونة بتاعتنا بسيطة جدا بس لذيذة جدا جدا. خلصت. طيب دلوقتي على ما تغلي ونحط المكرونة بتاعتنا، خلينا نعمل الوصفة التالتة بتاعتنا للنهاردة، وهي موس الفراولة والشوكولاتة. الموس فراولة بتاعنا علشان نعمله عايزين الآتي: عايزين 2 جيلي فراولة، 2 كوب عصير فراولة، 1 لبن مبخر، ونص كوباية مية، 400 جرام شوكولاتة، و200 ملي كريمة، وعايزين كريمة مخفوقة للوش. أول حاجة هنعملها عايزين ناخد الكريمة اللي عندنا والشوكولاتة ونحطهم مع بعض على النار. الكزرونة فين راحت؟ أهي كريمة ومعاها الشوكولاتة، وكده دي أول حاجة. هنخلي النار هادية خالص.
التانية اللي هنعمله نمرة 2 عندنا عصير الفراولة والجيلي والمية. عصير الفراولة هناخد نص عصير الفراولة اللي عندنا، يعني كوباية، احنا عندنا كوبايتين، هناخد كوباية وهناخد الجيلي نحطه هنا، الاتنين جيلي والمية. ونقلب لغاية ما الجيلي عندنا يدوب تماما، لغاية ما الجيلي يدوب خالص. وهنا عندنا ده الشوكولاتة والكريمة برضو اهم، هنستنى عليهم لغاية ما يدوبوا خالص. هما الاتنين دول مش المفروض يتعملوا مع بعض، بس احنا لاننا بنشتغل على الهوا يعني فعملتهم على بعض، بس هما مش المفروض يتعملوا على بعض. المفروض الاول نعمل الجيلي ونحطه في الكوبايات وبعدين يبرد وبعدين نعمل الجناش بتاعنا. عندنا هنا المكرونة بتاعتنا جهزت، ناقص نحط جوز الطيب. هنحط شوية جوز الطيب اللي كمان هيزيدوا طعمها، يبقى ألذ وألذ. هناخد المكرونة بقى ونحطها على الصوص بتاعتنا ونسيبها تشرب من الصوص شوية كده وتروح وتيجي معاها، طعمها خرافي، بيكون خرافي. تقدروا تحطوا صنوبر على الوش كمان، لأن الصنوبر يعني كتير بيليق على أكلات الريحان والسبانخ، فممكن لو تحبوا تحطوا على الوش صنوبر برضو، هيبقى طعمها تحفة. خليها بقى شوية كده لغاية ما تشرب الصوص. احنا كده يعني شبه بنستنى، احنا في مرحلة الانتظار، فاحنا هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكون شهللنا شوية في اللي احنا بنعمله ونحضر مع بعض آخر وصفة. فبشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بعد ما الجيلي بتاعنا داب، هناخد اللبن المبخر اللي عندنا وهنحطه هنا في الخلاط، وهنحط معاه كوباية عصير الفراولة اللي احنا ما حطيناهاش، هما كانوا كوبايتين لو تفتكروا. اخدنا كوباية حطيناها في الكزرونة على النار مع نص كوباية المية ومع الجيلي. دلوقتي هنحط كله مع بعضه بقى في الخلاط ونخلط كويس جدا. تمام، احنا كده الجيلي بتاعنا جاهز. نقول تاني حطينا فيه ايه؟ كوبايتين عصير فراولة، نص كوباية مية، علبة لبن مبخر، وحطينا كمان معاه بس كوبايتين عصير ونص كوباية مية واتنين جيلي طبعا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ بنقدر ان احنا نحط العصير بتاعنا كده، الجيلي بتاعنا كده، وندخله يجمد وبعدين نحط على الوش الشوكولاتة اللي عندنا. وبنقدر ان احنا نحط كمية كده ونخليه يبرد وهو مايل بالشكل ده. ممكن نحطه في صينية الانجليش كيك مثلا، يعني بنقدر نحطه في اي حاجة بحيث ان احنا نثبته انه يجمد وهو مايل بالمنظر ده. هنخليه يجمد كده بالشكل ده زي ما اتفقنا، وبس يبرد بنحط على الوش الشوكولاتة اللي احنا عاملينها هنا مع الكريمة، وكده بيبقى عندنا الحلو بتاعنا جهز. ناقص دلوقتي نحط المكرونة بتاعتنا اللذيذة جدا جدا، بزيادة لذيذة، نحطها في الطبق.
بس انا بحب دايما بحب احط جوه المكرونه بتاعتي، بحب احط جبنه، لان مرات لما بيكون الطبق الجبنه كلها على الوش، يعني احنا ممكن نحط الايمنتال جوه مثلا ونخلي البارميجان بره، لان مرات في حد بيجي ياكل من المكرونه اللي بيبقى على وشها جبنه، يعني مش كل حد بيطلع له من الجبنه اللي على الوش، يعني لو الطبق طبق بتقدم في السفره في ناس بيروح عليهم الجبنه اللي على الوش، فانا بحب دايما احط جوه المكرونه جبنه علشان الكل اضمن انه ذاق طعم الجبنه في المكرونه. فاحنا ممكن نحط الايمنتال جوه ونخلي البارميجان لبره لفوق مثلا. طيب نجيب بقى الطبق ونجيب نغرف المكرونه. حاجة كده طعم رائع ما تتصوروش قد ايه طعمها حلو، يعني في الفاصل قعدنا ندوق فيها. طبعا الصوص دي شوية هي اصلا حلوة بالصوص، بس يعني هي الصوص شوية وللأسف هتتشرب كلها. نجيب بقى المكرونه اللي جبنا البارميجان اللي عندنا، نحطها على الوش. ولو لقينا كده ورقتين ريحان كده شكلهم حلو ناخدهم نحطهم فوق. هو المشكلة ان الريحان بيسود على طول، فعلى طول بيبقى صعب ان احنا بالذات في الحر كمان. دي يمكن حلو. وخلينا نطلع البطاطس بتاعتنا من الفرن. غطيتها بالفويل زي ما اتفقنا. خلينا نجيب الكزبرة اللي شلناها على جنب. وكده يبقى ناقص بس نجيب الجيلو والموس بتاعنا. هنحط لهم بس شوية كريمة للجيلي بتاعنا. طبعا هي الكوبايات دي كبيره زياده، يعني محدش هيقدر يكمل كل دي، يعني عشان يبقى شكلها حلو كده في العرض، بس انتوا طبعا تعملوا مقاس اصغر لان هي تقيله. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده. عملنا فيها معاكم وصفات سريعه ولذيذه. اول حاجه عملنا معاكم البطاطس المحشيه بطريقه لذيذه جديده فيها نكهه كزبره وليمون وتوم، فيهاش صلصه. وعملنا كمان معاكم المكرونه اللذيذه جدا 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 بالسبانخ وبالريحان
وبالجبنه البارميجان وبالجبنه الامنتال، كريمه وصلصه غنيه جدا بالنكهات وطعمها لطيف قوي. عملنا كمان معاكم الموس الفراوله والشوكولاته، وزي ما قلنا بتقدروا تعملوه بطريقه مايله، بتقدروا تعملوه تملوا الكوبايه بالجيلو وتحطوا بس طبقه من فوق بالشوكولاته زي ما انتوا حابين وزي ما على ذوقكم يعني. الوصفات بتاعتنا كلها بتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك كمان شويه، واللي ما لحقش يشوف الحلقه بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 8 بالليل والساعه 8 الصبح. بتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم والوصفات عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.